بسم الله الرحمن الرحيم وتتبيق قناة خالد عبد القادر. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في حلقة جديدة. مبارك عواشركم، رمضان كريم. بزاف الناس تيديروا في قنوات، في عدد من القنوات في الجرائد تيهضروا على الجريمة وتيعاودوا على قصص ديال الجريمة وكذا وكذا وكذا. من حقهم، لأن أنا ماشي هو الأول في العالم. راه كان قبل مني ناس في الخارج في اوروبا، شاروم وبيير بيلمار، كان تيدير هذه القصص هذه وتعاود على الجرائم، وكان تعطي افاده للشعب الفرنسي والشعب الاوروبي ككل. ومشيت انا في هذا الشيء هذا، وليت ندير انا تنعاود على الجرائم وتنهضر، والشعار ديالي هو ان الجريمه لا تفيد، والهم ديالي هو النصيحه اولا، النصيحه من بعد قصد الجريمه. خصني النصيحه شنو غيستافدوا منها الناس. وبزاف الناس قلت كيما قلت لكم تيبداو تعاودوا انتوما في الجرائد على الجريمه، ولكن للاسف الناس ما كانوش كضباط شرطه قضائيين، ضابط شرطه قضائي ما خدموش الشرطه القضائيه، ما خدموش بالزي المدني، ما عاشوش الجريمه كما هي. الناس ما تعاودوا قصص تعاودوا قصص وصافي يسمعوها من هنا من هنا من هنا، ما تهمهمش الطرف الاخر داك المستمع براسو تنعاود القصه وتصعدنا به ويطلع لي طوندونس في اليوتيوب ندبر على فلوس انا، وهذا هو شغلي. هاد الناس انا ما تنحسدهمش وما تنكريتيكهمش، الله يحسن عوان تيقلبوا على طرف ديال الخبز. ولكن تنقول لهم لما واحد جاني ما بغيت تهضر عليها، بحت شويه، بحت غيجي شويه، بحت هنا وهنا وسول هنا وهنا. انا ما تنقول هاد الناس والو، والله شاهد عليا راك شي شحال تيخرجوا ديال الحلقات، تيديروا تصويرتي، تيديروا كذا، خراز يقول كذا، تيدبروا على يوسف هنا 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 هنا، اللي شتو بسر حنا تنسينياليو، اللي شتو بسر بقى تيخبق على تنسينياليو، شي اخر حنا مخلين. ولكن اللي تيهمني انا ملي بغي واحد يعاود شي قصه وشي جريمه يعاودها، يبحث شي شويه، ماشي غير يسمع واحد يقول لي قول لي شي جريمه الله يرحم باك وين ندوزها في اليوتيوب، ومشى واحد خينا كذا طاطا وتيجي واحد السيد دار ودار 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 ودار. تكتبوا لي انا دي كومونتير، وسمعتي هذا اش قال، وسمعتي تيتصلوا بينا التليفون، وسمعتي هذاك اش تيخربق، وسمعتي هذاك اش تيخربق. انا والله ما تنحسدهم، عرفتهم تيدبروا على طرد الخبز باش يعيشوا ولادهم، انا كيما انا كيما الاخر كيما الاخر كيما الاخر. ولكن زيد بويسكو هذه ماشي حرفتك، ولكن اجتهد فيها، اجتهد، قلب على مسطره، نقراها، نعيط على واحد البوليسي متقاعد او بوليسي خدام، ويقرا المسطره جبد لي منها، يقول لك كذا 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 كذا، قرا المحاضر وتوكل على الله وزيد. الحلقه ديالنا اليوم وغتشوفوا هذه الحلقه علاش غنقولها عندها علاقه بهذه الهضره اللي هضرتها انايا قبل، اللي قلتها قبل في البدايه ديال الثمانينات 83 84، كان واحد الطبيب شاب وسيم، كانت مدينه وجده، كان هاد الطبيب ديال الطب العام، وكان هاد الطبيب عنده جنسيه الاصل ديال الفرنسيه ومكتسب للجنسيه الجزائريه وخدام في وجده، عنده كليان كما تيقول، عنده زبناء تيجيو عنده وتيخدم عادي. كانت عنده واحد البنت، وهاد البنت هي اللي كانت انفيرميير معاه، وكانت هاد البنت هي المساعده ديالو، وكانت هاد البنت معروفه عندها واحد الشعبيه في وجده كلشي تعرفها، وكانت بنت لطيفه، وكانت بنت انتيليجونت نبيهه، تتفكر مزيان وتتعاون في المهمه ديالو احسن، تعطيه واحد المساعده اكبر مساعده تتمد ليه، وهي تجيب ليه الكليان، وهي تجيب ليه الكليان، الناس تعرفوها وتيجيو عندها، صافي تيجيو عند الطبيب. هاد البنت هادي واحد النهار جات عندها واحد البنت تتعرفها، قالت لي اختي عندي واحد المشكل، وهو انني ما جاتنيش حق الشهر، وانا خفت نكون حامله. وقالت لي ها ودي انا عندي علاقه مع واحد الولد، هو اللي سبب لي في هذا الشيء، هو اللي فتض البكره ديالي، وهو اللي يمكن كان حملني، ودابا انا خايفه، دابا واش عند الطبيب عنده شي حل؟ هاد البنت كانت عائلتها عائله ميسوره، الناس لاباس عليهم بخير عليهم. قالت لها شوفي اللي طلبتي عليا نعطيه، واللي قال نعطيه، فلوس موجوده وخا نبيع ذهبي، غير دير لي شي حل، خرج لي شي دواء وشي حاجه، راني بغيت، راني خفت، راني خايف، راني عندي حمل. هاد البنت قالتها للطبيب، جلست معاه، الطبيب ماشي اختصاصه،
ماشي، هو اختصاصي في طب النساء او جينيكولوج كما تسمي الفرنسيه، طبيب جينيراليست، طب العام. قلت له ودي هاد البنت اش عندها اش عندها اش عندها، دابا واش كاين شي حل نديروا ليها؟ قال لها تجي عندي. جات عنده البنت، سولها، تكلم معها، قال لها شحال هذه؟ قالت لها هاد الشهر ما جاتني شاي، يمكن ندخل في الشهر الثاني كذا كذا كذا. قال لها ودي بعد ما دار لها واحد الفحص، قال لها احنا ملزمين، انا ملزم باش غادي ندير لك اجهاض، واخا ان الاجهاض ما خصناش نديرو والاجهاض ممنوع، ولكن غندير لك اجهاض على وجه الممرضه ديالي تعرفك وهذا، ولكن الله يعطيك الصحه هادشي يكون بسريه، بسريه تامه. اتفقوا على هادشي هذا، واتفقت مع الفلوس اللي غتعطيه، وعطاته واحد المبلغ مهم كما تقول المساعده، كما تقول الضحيه هاد البنت هادي الاقوال ديالها، عطاته مبلغ مهم. هنا دار لها اجهاض ومشات البنت بخير وعلى خير، القضية سكتت، ما سمع أحد، ما شاف أحد، ومشات البنت. ولكن هاد الممرضة قالت لها ودي واش إلا كانت شي بنتك بحال هادي واش نجيبها؟ قال لها جيبيها. بدات تجيب لي بنات، بدات تجيب بنات، أو طب فيما عرضت عليها شي وحدة قضية بحال هادي ديال الحمل أو ديال الإجهاض تتجيبو عن الطبيب، تجيبها عن الطبيب، بداو الخبار تتسمع من تحتها سريين، تتسمع الخبار، بداو البنات تلتجؤ لها اللي هما حملات وجدة في ذاك الوقت. وكما هذا الوقت البنات الوجدة عفيفات، العائلات الوجدة محافظات، المغرب الشرقي حنا تعرفوا دوك الناس محافظين، بناتهم مربيين، والديهم واعرين، لا بغينا نقولوا باقي الان اخلاقهم عاليه. كان داك الشيء لا وقع تيوقع من التحت وتوقع مخبي، وكانت شي بنت لا طاح في شي مشكل تجي عند هذيك الانفيرمير، اي بدات مشاوري شتي عاودتي شتي عاودتي شتي عاودتي، طاف العيالات الا خرجت شي شوافه مزيانه تولي عندها الكليان، وباش ولا عندها الكليان تولي وحده تقول لوحده، وحده تقول لوحده، وحده تقول لوحده، تسوي لك شوافة عند الزحام، الطبيب ولاو عنده كاع اللي عندها مشكل تجي عنده، حتى شي مرة إلا كانت شي مرة مزوجة وما بغاش تحمل تجي عنده. وتشارها الطبيب واحد الصورة خفية، وتشار ديك المساعدة ديالو واحد الصورة خفية، اتصلوا غير فلانة، فلانة راها دير ودير ودير. واحد النهار جات عندها واحد البنت وقالت لي اختي راني حاملة وبغيتك تشوف لي مع الطبيب باش يدير لي شي حل. جابت هاد السيده عند الطبيب وقالت لي شوف هاد السيده تا هي راه عندها مشكل، تا هي راه حامله. الطبيب شافها وقال لها ودي هاد العمليه شحال وانت حامله؟ قالت لها ودي واحد المده راه غاده في 3 شهور. حنا تنعرفوا ماشي تنعرفوا في الطب كاين واحد النسبه ديال الوقت اللي يمكن يوقع فيه اصابه، فوق داك الوقت امبوسيبل ما يمكنش. هاد البنت كان عندها فوق ذاك الوقت اللي ما يمكنش يدير لها اجهاض، ولكن بداك داك الفلوس اللي عرضت عليه، وهي تقول عرضت عليه فلوس وذهب عرضت عليه، وكانوا الناس ديال وجده المغرب الشرقي كما تيعاودوا الناس اللي على بال كان عندهم ذهب اكثر من الناس ديال الداخل الحيلي واللبس وهذا، وكان عندهم ذهب واش كانوا تيدخلوا من السودان او من السنغال او من الجزائر، او كان عندهم اكثر من الداخل وكانوا مشهورين بداك الشيء. وتلاحظوا من الان في العلاسات ديالهم عيالات ديال وجده وديال حفير ديال ديك المنطقه تيتزينوا بزاف بالذهب. هنا قلنا جات ديك البنت وجات معها اختها، جات معها اختها وجاو عنده، جاو عنده وشافها وقال لها ودير العمليه شويه خطيره، واش هو عرفها خطيره نيت او هو بغى يزيد في الثمن يكبر الثمن، ولكن داكشي اللي بغى عطاتو ليه البنت ودار ليها عمليه ومشات البنت في حالتها وحيد لها واحد الجنين فيه تقريبا 3 شهور مشات في حالتها. هذيك البنت من ما مشات للدار وقعت لها ايموراجي سيلان ديال الدم
واحد الليله دوزتها من بعد المراجعه ليله خايبه، احتاجت عند ديك المساعده، ديك المساعده كتفرم ليا قالت ليها راه 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 اختي راه في خطر، راه شوق عليها شوق عليها شوق عليها، عندها المراجعه ما حبساتش. قال لها قالت الطبيب قال لها جيبيها ليا. مشات هي وديك المسعفه وجابوها خفيه على العائله، وخرج لها واحد قال لها شي براوات، خرج لها شي دواء، قال لها سيدي دابا كوني هانيه رجعت للدار. ولكن رجعت للدار لا غدا عاوتاني كاينه اي مراجي. هزت ديك البنت اختها وجابتها وقالت لي اختي شوف حالتها، البنت ضعفت وصفرت واثر على داك الشيء وعندها اي مراجي كبيره. هو خاف قال ديك قال لها نعيطوا لومبيلونس اديها المستشفى الفارابي اللي كاين في وجده. عيطوا لومبيلونس وجات لومبيلونس سياره الاسعاف وهزاتها ومشات معها لانفيرميير وداتها للمستشفى الفارابي. وفي المستعجلات قال ما ودي جاتها اي مراجي وصافي، ما قالوش راه عندها اجهاض دارته عند الطبيب كيما وصاهم الطبيب. هنا الطبيب اللي شافها قال لهم هذه خصها تنعس حالتها خطيره. نعسات في السبيطار داروا لها السيروم بقاو يشوفوا الحاله ديالها كيفاش غتكون. داز النهار الاول، داز النهار الثاني، النهار الثالث، وديك المسعفه غدا جايه. حنا ما تنقولش مسعفه، ديك الممرضه ديال الطبيب دخلت ليا مع مسعفه. نقول لكم علاش نقول مسعفه، دخلت ديك البنت ديك الممرضه تمشي وتجي تمشي وتجي تشوف الحاله ديالها. النهار الثالث مشات لقات خط البنت تما في السبيطار تضرب وتتندب وتتغوت. شافت فيها ديك السيده قالت لها اش كاين؟ قالت لها اختي ماتت اختي ماتت اختي ماتت ماتت، ديك البنت ماتت. الاخرى بقات تتبتها غير على الشيطان غير كذا، دابا غير بلاتي غير بشويه، الاخرى والو الاخرى والو والو ما بغاتش تسكت ما بغاتش تسكت، تتغوت تقول لها قتلتوها قتلتوا لي اختي قتلتوا لي اختي. الاخرى سلتات وجات عند الطبيب قالت للطبيب شوف راه السيده راه ماتت ماتت. قالت لها اختي اش تتقول؟ قالت لها راه انا هي ما تتقول والو، ولكن ما شرطني قالت لي قتلت اختي انا دابا خايفه. قال لي عاودي سيري عندها وهضري معها، قول لها شوفي ما تجبش قضيه الاجهاض، راه غتولي حتى هي الشرف ديالها غيتمس. تخلف بانها جاي مراجي، دابا بنت مات ما تمشي تفضح عائلتها وتفضح ودير وتفعل كذا 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 كذا. رجعت البنت تما لقات عائله ديك البنت جات، ولكن ديك البنت سمعتها تقول غير اختي ميته اختي ميته. جراتها قالت لها شوفي انا غنوصيك واحد الوصايا، غنوصيك ونوصيك ونوصيك ونوصيك، عندك تقولي بان دارت اجهاض راه هذا الشيء غيأثر على الشرف ديال العائله والشرف ديالها، والبوس غيبقى يقلب شكون هذا اللي حملها، وغتولي تنتمس الدين تطلق ليك. هي مراجي جاتها جات عندنا الطبيب صيفطها، انا قلت لك هضر ودير اللي بغيتي. وجات فحالها، ولكن ديك البنت بقات تتددها تقول والله ما نطلق منكم، خليني تنتفن اختي وانا معكم وانا غنشوف واش غندير وانا كذا وانا كذا، تهدد فيها. رجعت الطبيب قالت لها ودي هذه غادي لنا شي مصيبه. غادي لنا شي مصيبه، قال لها ما تخميش ما تخافيش مالك ساكته، مالك خايفه، جلسي للارض، ما تخميش، ما تقولهاش والله ما قد يقولوها. هذيك الممرضه خافت خافت راسها، وعرفت القضيه غتوصل توصل للبوليس حسب ما شافت في ليزيرجونس الناس تما وفي ديك السبيطار العائلات الاخرى والهضره كثيره. مشات عند واحد البوسي تيجيهم من العائله قريب ديالها، مشات عندها قالت لها ولدي الله يرحمه كان عندي واحد المشكله، واحد البنت رجعت عندنا ودار لها طبيب اجهاض، وخويا مشات للسبيطار وديتها انا براسي ديتها في لومبيلونس مع اختها وراه ماتت، ودابا اختي وقع شي حاجه ولا هذا ولا كذا ولا كذا. داك البوليسي كان راجل بعقلو قال شوف الله يرحم والديك خرج راسك ما تصدح خرج راسك ما تصدح، هاد القضيه غيكون عندها شي صداع كبير. وانا قال لك العائله تعرف ديك العائله تعرف خوتها راه غادي يطلبوا لوطوبسي ولا شي حاجه وغتولي ما هي اللي بنوها، وثانيا هاد البنت راه ما غاتخرجش بلا لوطوبسي من السبيطار، لانه لوطوبسي غيديروه يديروا التشريح الطبي غيديروه يديروه، غيعلموا وكيل الملك واحد السيده جات دايره اي مراجي ماتت غيقول لهم ديروا لوطوبسي. يلا هي معايا عند واحد السيد مسؤول في الشرطه القضائيه ونهضروا معاه ونتكلموا معاه ونشوف واش غيقول لك. هنا مشاو عند واحد السيد كان هو المسؤول الاول على الشرطه القضائيه مصلحه الشرطه القضائيه مدينه وجده اللي سميتو السي القندوسي احمد القندوسي. هاد السي احمد القندوسي كان واحد 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 العميد الشرطه كان معروف في وجده، معروف عند البوليس بعد اولا كان فرانسيزون كان فرانسيزون
وتيدير المحاضر حتى بالفرنسويه. كان انستركتور، كان مدرب، كان يدرب الضباط والمفتشين اللي معاه العمل. كان الضابط اللي يدوز عنده تيخرج ماضي، كان راجل عنده كفاءه كبيره في القانون وعنده كفاءه كبيره في الشرطه القضائيه. وكان هذوك الضباط تيبردهم، المفتش اللي خدموا معاه تيبردهم. وكان رجل صارم، انه كان تيقول ما كانش تيضحك بزاف، وكان رجل عنده واحد الوجه مقبول. وحاجه اللي كانت تتميزه كان انيق، كان تيلبس، كان معروف في وجده بانه لباس، كان تيلبس مزيان. هذا الرجل هذا ما معاش تلاعبات. ومعقول واحد الحد كما سولت انا السي احمد القندوسي، كان واحد الرجل الله يطول عمره ولا كان باقي، كان واحد الرجل باقي في التاريخ ديال الشرطه ديال مدينه وجده، وباقي في التاريخ ديال الشرطه القضائيه بمدينه وجده، وتعرفوا الناس القدام من البوليس المواطنين كما قلنا على الهندام ديالو، على الثقافه ديالو، على الفرنسيزو، الطريقه كيفاش تهضر الفرنسيه كيفاش. وكان لا يهم احد ولا يخاف من احد، لان ما كانش راجل اللي فيه شي حاجه اللي غادي تخليه يهبط راسه. جات عنده ديك البنت ودخل هذاك البوليسي وشرحت ليه، ولما كان تطلب من ذاك البوليسي باش يتسنى قدام الباب، وكان هو من عادته اذا كان غيتصنت لشي مرة ديما تحضر مرة توقف معها واحد اما من عائلته ولا شي حاجه. وكانت واحد بوليسيه تما عاد تخرجات وعاد مشات تما كمسعفه، ديك الساعه كانوا المسعفات كانت تتخرج واحد النسبه قليله تتخرج، تتخرجوا 40 ولا 50 تتفرقوا على المغرب، مسعفات الشرطه ماشي كان مفتشات او ضابطات بحال دابا. دابا ولات متساويه مع الراجل، تتخرج حارس امن تتخرج حارس امن، تتخرج مفتشه تتخرج مفتشه، تتخرج ضابط تخرج ضابط، عميد عميد، اليوم شتو الامور تصاوبات. كانت تتسمى مسعفات الشرطه. وهاد مسعفات الشرطه سميتها نادير ابراهيمي. تنحييك نادير ابراهيمي، الان راه مدينه صفرو وراه عميد الشرطه في مدينه صفرو. ما عرفتش واش تقعدات ولا لا، ولكن من خلال هذا الحوار ديال المسطره اتصلت بالناس ديال وجده واتصلت بلاله نادير ابراهيمي، قلت لها قولي لي عاودي لي على واحد القضيه دازت عندكم، اش فيها اش فيها اش فيها، انا عندي المسطره ديالها ولكن خصني معلومات اكثر انت اللي عشتيها. هاد نادير ابراهيمي كانت خدمت معاها مدينه صفر، خدمت معاها هي امراه ولكن داخلها رجل. كانت هي براسها تهضر معك تقول لك هضر معنا هضره الرجال، خلينا من هضره ديال العيالات. هي براسها كانت راجل في العمل ديالها، وكانت خدام معايا في الشرطه القضائيه، كانت بوليسيه كامله. ولما كانت مشات يلاه تخرجات ومشات لوجده، وقعت عندها واحد القضيه معروفه تما وجده، ان واحد السيد كان ضربوا القطار. شوف على نوع ديال البوليسيات، واحد السيد كان ضربوا القطار وشتو، وجا واحد السيد بالتشخيص القضائي دار ليغات، هما اللي غيجمع ديك الجثه ويقلبوا على اليدين باش يشوفوا البصمات ويتشتات ديك الجثه الله يكتب السلامه. وداك السيد واحد الوقت بدا تيرد وسخف، وهي نضت وسط البوليس وامام رئيس الامن الاقليمي، هما واقفين ودارت ليغات وجمعت داك الطرف ديك الراجل كامل جمعتو وقلبت وجبدات اليدين قلبتهم. شوف الشجاعه اللي كانت عندها، تنحييها من هذا المنبر هذا. وبقات هي خدامه في وجده، خدمت هاد لافير هادي وبقات خدامه في وجده. حتى كان عندها جوج خدمات، كانت تخدم تشخيص قضائي، عزلوها التشخيص القضائي نهار شافوها تدير داك الشيء عزلوها، قالوا انت تصلحي التشخيص القضائي والجريمه والكظاف والجوتات تصلحي. وبقات تخدم حتى في جوج بغال، تمشي في جوج بغال، كانت حدود ما بيننا وبين هذا الجزائر في الصيف، وهي اللي تتكلف التفتيش ديال النساء وهذا وهذا وهذا. وكانت لما جات تخدم مع السي القندوسي احمد تخدم معاه نفعاته، لان كانت هي الوحيده تما نفعته، ولا فيما تيبغي تصنت لشي مرا خصو يحضرها. هو لما سمع هذا الخبر هذه، وكانت جالسه ابراهيمي ناديه مع السيده اللي تتشكي على ديك الممرضه، تتعاود تقول يا ودي انا يا سيدي خدامه معاه وانا كذا وكذا وكذا، وعطي القصه كيفاش وقع ديك البنت. هو يسولها قال لها واش عمركم درتوا شي اجهاض اخر؟ قالت يا سيدي ايه، واحد العدد ديال 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 الاجهاضات اللي دار. قال لها واش هاد اللي تيجيو ديال الاجهاض تتقيدوهم عندكم؟ قالت لي تنقيدوهم ولكن ما تنديروش اجهاض، تندير عنده مصارن عنده كذا عنده كذا. قال لها ان عيات اللي دار عندكم الاجهاض تعرفيهم؟ قالت لهم تعرفهم وحده وحده، كلهم تعرفهم.
قال لي ما كاين باس. خلى ديك السيده تما ومشى هو واحد مساعدين ديالو جد البوليس ومشاو عند داك الطبيب. دخلوا عنده، اولا دخلوا عنده سلم عليه تيعرفوه لاباس بخير صحه لاباس كذا كذا. قال لي اودي واش خرجتي هاد الايام لفرنسا؟ هو هذاك الطبيب كان غادي يجي لفرنسا، كانت عنده واحد الخليله ديالو كما تيقولوا فرنسا، هي تتجي مره هو تيمشي مره، ولكن كاين عنده عده سفريات تيديروا في العام ما بين فرنسا والمغرب، ديما شهرين ثلاث شهور يمشي لفرنسا ورجع، يمشي لفرنسا ورجع، مع ان عائلته كانت عايشه في وجده، وتا هي كانوا تعرف عائله جنسيه فرنسيه وعندهم جنسيه ثانيه جزائريه كانوا عايشين تما في المغرب، كانوا تنتقلوا. مشى عنده وقال ليه واش انتقلتي هاد الايام فرنسا؟ قال لي ايه. قال لي شحال هادي؟ قال لي واحد الشهرين. طلعتي الباسبور ديالك وطبعتي كذا وخرجتي في المطار؟ قال لي عندنا واحد المشكل صغير. قال لي عطيني الباسبور ديالك. خدي الباسبور. قال لي ودير عندنا واحد البحث، وقع شي غلط وقع شرطة الحدود وعندنا واحد العدد ديال الباسبورات غنشوفهم ونراقبهم، منهم الباسبور ديالك؟ قال لي ها هو، عطى الباسبور ديالو. خرج في حالته، اي انه ما بغاش يبدي عليه بالقضيه ديال الجريمه اللي هم تهم بها، داز ديال الباسبور باش ما يخرجش، يبقى تحت يديه. هنا انتقل السي القندوسي ومعاه جوج البوليس قدام معاه ناديه الابراهيمي، وانتقلوا السبيطار الفارابي، مستشفى الفارابي، لقاو جثه كاينه تما باقا في لامورغ، وطلب هو من جديد السيد وكيل الملك بعد اتصالي به باش يكون عليها تشريح، وقال له دير واحد القضيه اش فيها واحد السيده راه عندنا جات قالت لنا هذا الشيء. وكيل الملك قال له دير، حنا طلبنا تشريح عليها واخا حنا ما فرسنا والو، طلبنا تشريح. هنا طلب تشريح، وقع تشريح وتبين بان البنت تعرضت للاجهاض، وبان الاصاد كان في واحد الوقت اللي ما خصوش يكون. وهنا رجعوا عن الطبيب الممرضه، جوج البوليس، السي احمد القندوسي، رجعوا عن الطبيب. قال الطبيب واحد البنت جات عندك هنا هاد الايام، ما هضروش قالوا لي الممرضه، قالت تهضروا معاه الممرضه واقفه، جات عندك ودارت واحد العمليه، درتي العمل الاصاد ومشيت وقع لها مشكل وصيفطتيها في لومبيلونس معك هاد الممرضه هادي، هي والممرضه اختها صيفطوها في لومبيلونس جات للسبيطار وكذا وكذا. قال لهم لا، انا جات عندي عندها ليموراجي، فيها ايموراجي، ولكن ليموراجي كانت كثيره صيفطتها للسبيطار، انا ما درتش اجهاض. قالوا لي بون، غادي تعطينا الريجيستر اللي عندك. جبد لي واحد الريجيستر اللي كاينين، قال الممرضه جبد لي الريجيستر، المرضى جبدت الريجيستر، وكلف ديك البوليسيه تما في المكتب ديالو، قال لها دوزي ديك الريجيستر كل ما دوزيهم انت وياها، انت وهاد السيده هادي. بقاو تيدوزو الريجيستر بوحدو، دخل مع بوليسي وهو جالس مع الطبيب في مكتب اخر، تيدوزو وتيدو الاسماء. جبدوا تقريبا شي 22 اسم اللي جبدات ديك السيده ديك الممرضه، تقول لها هادي قيدها. السيده خافت راسها، قالت نقول لي كل شيء احسن ما نبقى غدا مع السيد الحبس، ولكن حتى هي طرف، لان هي الاول جات لي وحده من اجل الاجهاض. بقاو تيجبدوا الاسماء، تاخذت الاسماء كامله وخذوا دوك الريجيستر كلهم داوهم، وطلبوا من الطبيب بانه يلتحق بهم في الشرطه القضائيه، بانه ماشي بحال التلبس وما يمكنش ديك الساعه يديروا لي الموت. وقال الله معنا، داو الممرضه باش يدور المحضر، باش دير واحد المحضر كبير وتقول فيه بانه سبق لنا درنا هذيك البنت اشهاد، وهاد البنات اللي عطيتكم الاسماء ديالهم اللي هما في هذا الريجستر كلهم داروا الاشهاد، ويتعلقوا الامر بالمسمات فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، والذي عرفوا مع حق المعرفه واللي جاوا عندي انا وجدتهم ليه. اعتراف تام. لما داروا هاد الاجراءات الاولى خبروا وكيل الملك، عاود قال وكيل الملك دابا غنمشيو باش نلقيو القبض على المعني بالامر، باش يدوزوا بطريقه قانونيه، لان السي احمد القندوسي عنده طريقه قانونيه في العمل، لانه انتم الان ما يثبت عنده جثه، عنده المحضر ديال ديك السيده، عنده واحد العدد ديال البنات اللي غيتم الاستدعاء ديالهم. مشاو عند الطبيب لقاو واحد المراه تما تخدم عنده فام دو بين، غير تتشطب وتتشفف وداك الشيء، قال لهم ودي راه جا وهز الحوايج ديالو ومشى في حالته.
اجهزه واحد الكومبريس واحد الحاجه واحد الحاجه مشى. هنا كلف السي احمد الخندوسي كلف واحد انسبكتور مع ابراهيمي، قال لي غادي جلسوا مع ابراهيمي ناديه، غادي جلسوا هنا ما تخرجوش، حنا غادي نمشيو نقلبوا عليه، حنا عارفين السكنه ديالو. خلص القندوسي يقلب باش يجي يشوفوا فين مشى. قالت ناديه مع ديك المراه تهضر مع ديك المراه، والناديه كانت بوليسيه تهضر معها، وبقات تدور تما في ديك الجرده هي وياها. واحد الوقت شافت واحد الكلب، واحد الكلب شافتو ناديه، قالت لها الكلب هذا ديالو، قالت لها ديالو، ولكن هذا راه ما تينبح ما والو، هذا الكلب ما تينبحش وخطير. قالت لها شكون الكلب؟ قالت لها انا مكلفه به وتنقرب ليه. واش تاكليه؟ اش تعطيوه العظام تما وداك الشيء؟ قالت لها تنجيب لي العظام من الزنقه الماكلوتي، وبعض المرات تعطيني الطبيب داك الشيء ديال العيالات ولا داك الشيء تيولي طيبيه ومعطيهم ليه. قالت لي هاتي داك الشيء اللي تيدير ديال العيالات بعض المرات تيقول لي هاكي طيبيهم ليه. ناديه قالت لها هاد الهضره، شافت واحد الكاسرونه تما محطوطه تيكون فيها الكلب، شافت واحد العظام مشبوهين، عظام مشبوهين. قالت لي شنو هما هادو؟ اش هاد العظام هنايا؟ عظيمات صغيورين. قالت لي هادو دجاج؟ قالت لي لا، هذا راه شي وحده كنحيد ليها بنادم، حيدها بنادم. هانتي اختي كامل، بنادم كامل هانتي، شوفي كي داير سبحان الله العظيم. راه تقول تيقول سرقي معطيهم ليه. كاع الحوايج تيهبط ليا مره مره. قالت لي ما تنبغيش، ولكن هو تيقول سرقي معطيهم ليه. شوف ربي من تيبغي يحصل الواحد في ذاك المصيبه واقعه، هو يلاه جهد بنت، يلاه جهد بنت من بعد البنت اللي ماتت، جهدها هو جات عنده وخدا داك الجنين داك الشيء ديالها وعطاه هذيك المراه، تيقول لها سلقي وعطيهم ليه. هذا الشيء تيسمعز منه القلب، ولكن هذه هي القصه الواقعه ديالها. ناديه قالت لها تيعطيك هذا الشيء؟ قالت لها يعطيني. راه ديك الثلاجه فيها شي حاجه عاوتاني شي طريفات وشي حاجه، هما قلبت في واحد الثلاجه تما لقات شي طريفات تما محطوطين، تيقول لها ما تعطيهم لي، تنقول لهم الكانه مثال الجين حاطينهم، علاش تيخليهم جم الجين ما عرفت، تيبقى كيشوفوا بعض المرات تيقول اعطيهم لي دابا، عاوتاني تيرجع لهم يطلعهم يهبطوا. واش كان تيبقى يدير شي تحاليل بغا يتعلم؟ واش بقى شنو بغا يدير داك الشيء هذاك؟ ناضت نادي حزات داك الشيء هذاك، واتصلت بسي القندوسي قالت له ودير عندنا شي حاجه غريبه، اجي عندي. سير القندوسي خلى الاخوان تيقلبوا على هذاك، ما لقاوش في دارهم، تيقلبوا في المدينه ورجع قالت لي شوف هذه القضيه هذه. عاود تسول هو ديك السيده، قالت لي ايه هذا الشيء تيعطيه ليا هو، وهذاك اللي ذاك البنيه هي ولا وليد شوف كي دايرين، صغيور عنده ثلاث شهور صغيور. قالت لي تنسرقهم تعطيهم لهذا الكلب، وتقول نادي هذاك الكلب بحال جاهل لانه ما تينبحش، ولكن تتكل من تيقربوا ليه بالسلسله وتيضرب خطير، خافوا منه ذاك الكلب. وواحد الكلب ماشي كلب عادي، لان من الكلاب المهجنين اللي هما ممنوعين. جمعوا ذاك الشيء وشدوا ذاك السيده وداوها معاهم للشرطه القضائيه لابيجي، وحطها تما وخرج للتقلب. خرجوا تيقلبوا على ذاك السيد فيما كان، عندهم حجج ثابته، وعرفوا بانه مشى احفير عند واحد خالو. احفير اقرب من اقرب النقاط اللي بيننا بين الحدود ديال الجزائر، فهموا هما بانه لا مشى تما راه غادي يهربوه. مشاو دي بسرعه، مشاو الاحفير ولقاو عند خالو تيوجد باش يهرب باش يدوز على الجزائر يهرب، ولقاو عليه القبض وجابوه. جابوه هنا عرضوا عليه داكشي كامل، ما لقى ما يقول، ولكن بداو تيعيطوا على البنات اللي فايتين تعرضوا للاجهاض. البنات بقاو تيعرضوهم هاد الشيء، داروا واحد الضجه في وجده في وجده، ضجه وجده، ولاو الناس غاديين حدا السبيطار شوفوا البنت اللي ميته وباقا في لامورك، ولاو الناس مجمعين قدام العائله ديك اللي ماتت، ولاو الناس تيجيو العائلات ديال دوك البنات اللي استدعوهم، والقضيه دارت تبم وجا دما مولفينش بهاد الشيء. دوك البنات من جابوهم هبطوا العائلات ديالهم، ولات واحد الضجه في مدينه وجده اللي مكلف بها هو احمد القندوسي. احمد القندوسي قاد بشغله، قاد بشغل لا مع النيابه العامه ولا مع المواطنين ولا كذا، شاد واحد ليكيب ديالو خدام في هذه القضيه تيتصنتوا البنات. ولكن التصنت ديالهم هنا وقع، شكون اللي حملك؟ شكون اللي حملك؟ كاين اللي ربحت ولا شكون اللي حملها وجابوه؟ كاين اللي خسرت بقات ناكره تقول لما كنت شي هذا ما هذا. كانت من الناس اللي كانوا مروضين دجا في الكوميساريه هي مد ذاك 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 الطبيب، تيقولوا بانها كانت سب والقذف وكذا وكذا، وهذا اللي فكرني في هذه الام ديال كيفاش كانت تدير هو رجل ناديه سي عبد النبي صاحبي اللي هو عميد الشرطه عبد النبي الدوقي
مي هو راجلها، راجلنا ندير ما كنا نعترف هذا الموضوع بحضوره. قال لي قال لها قولي له واحد القضيه لا مو اش دارت، قال لك مو كانت قبيحه وتتسب وتشتم، ولكن سلقندوسي تيقولي هذه واش نعتقلوها، تقول لها خلي رمو هذيك راه عرفات فين غادي، رمو غيخليوها فين غادي، لان دخلها بذاك الباب ديال كفحال تنقولوا تمشي عند شي مراه نقولها ولدك واش كاين هنا مجرم، قلنا ما كاين شيء، لما تدخلوا تلقاو ما تندير لها والو، لان مو العاطفه ما كانش تقول لها يلا كذبتي علينا ولا بويا كذبتي علينا، مو عندها حق تقول ما كاينش ولدي لان كبتها، حتى هذيك بقى كبتها وبقات تتسب وتتعاير وتتهدد، وانا غندير وغادي نمشي للسفاره ونمشي لفرنسا وغادي، ولكن سلقندوس يقول ما دير معاه والو خليوها تطبطب على خاطر مو وعرفات واش داير وعرفات وحاصل. هنا تكملت المسطره، كملت المسطره ديال واحد الفاجعه عمر وجده ما شافتك بحال هادشي، وعمر الناس وجده وقع وتغيرت الحاله، تغيرت في وجده الناس على بناتهم وهذا، وتجي الاطباء وتطلع هضره وبحال بدا الناس فين غادا فيك انت جلسي، بداو الناس تزيروا عاوتاني بناتهم بناتهم من جهه اخرى، انه تفاجئوا شي حاجه عمرهم ما شافوها، وحشموا الناس من هاد لافير هادي. وتقدم العداله، تقدم هو والممرضه ديالو وديك المراه اللي كانت تعطي داك الشيء للكلب، هو تحكم ب 20 عام، الممرضه تحكمت ب 20 عام. هنا غنقولوا والممرضه مسكينه هي اللي مشات قالت كل شيء، ولكن الممرضه هي اللي جابت الناس، الا نقول الممرضه هي اللي مشات طحنات ولا كواتو هذا، مشات هنا خافت على راسها، لانها كاين الفعل الارادي ولا ارادي، الفعل الارادي هي اللي كنت غندير شي جريمه وقلت الله يلعن الشيطان حصل اللور ارادي، لا ارادي هو انه كنت غندير واحد الجريمه شد بوليس جاي ورصيت، لا ارادي عاد البوليس هما اللي وقفوني، البوليس اللي وقفها هاد البنت، هاد الفعل لا ارادي، كانت كل ما حصلت هاد البنت ما ماتش غتبقى تجيب البنات يشهدوا يشهدوا يشهدوا، هي سبب الروينه في الاخر، حتى في المواجهه معاها تقول لهم هذه هي اللي جابت لي البنت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، هي اللي كانت تسمصر، هي اللي كانت تمشي تجيب البنات، هي اللي شجعت على هذا العمل هذا، تحكمت هي ب 20 عام. المساهم والمشارك تتعاقب نفس العقوبه اللي تتعاقب بها الفاعل الاصلي. المساهم والمشارك نفس العقوبه 20 عام. وديك المراه تحكمت ثلاث شهور، كان خصو يعطوها ست شهور عدم الاخبار. تحكمت ثلاث شهور، تقول ما انا ما عرفاش تيعطيني تنعطي الكلب، انا تيعطيني تنعطي الكلب، عندك عدم الاخبار. القانون اللي يحمي المغفل ماشي شغلنا. وحتى واحد ما يقول انا ما يقول لا يعتذر احد من جرير القانون، حتى واحد ما يقول انا ما فراسيش، انا ما فراسيش، وانا ما يصحابنيش. لا غا مع راسك مع افكارك، شوفي كاع من ناحيه الشرع والدين، انت تبغي داك الدري صغير تسلقيه داك 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 المودغه اللي باقي مودغه، يلاه بانوا العظيمات ويلاه كما تقول نادي، قال لك واحد اللي لقاو تما يلاه ديال النوف تما في القطن يلاه عنده عظيمات وعنده كذا كذا، تشديهم انت وتعطيهم الكد. تحكمت ثلاث شهور ورحموها، تحكمت ثلاث شهور ان اميه وكذا وكذا، رحمتها خويا خدها 20 عام 20 عام، كانت توقعت في وجده اللي الان باقي الناس يهضروا عليها، والناس اتصلوا بي لانه واحد خيل عاود القصه ما عرفش يعاودها اخر بقى وصافي ماشي شغلي فيه. الناس عاودوا قال لك اودي عافاك صلح، ولكن انا ما مشيت حتى انا نقلب على مسطره نقول لي مشيت تنسول والحمد لله وصلت النادي ديال ابراهيم اللي تعرفها، وتفاجات لان هي كانت تم، ومشيت للدوقي عبي صاحبي اللي هو تنعرفه، وكنت نقول لي واحد القضيه خدمتي فيها ابراهيم، قالت لي قضيه هي عرفات كاين الناس كاينك لو كان مسطره فيها تقول لي هذه، درنا مسطره ماشي صوبنا مسطره، عاودنا المسطره اللي هي واقفه على الصحب. تنحييك السي احمد القندوسي على ماشي غير على هذه المسطره، على كيفاش انت بديك المدينه، وبزاف الناس اللي عندهم امبان ماريس، بزاف البوليس اللي خلاو بصمات بعد المدن، بصمات لن تمحى. وانا هنا في كونيطرا كاين بعض الناس يعاودوا لي على بوليس باقي الان تنذكرهم في القهاوي، با فلان وبا فلان وسي فلان وسي فلان وسي فلان وسي فلان، كانوا بوليس خلاو بصمه، تنقول للبوليس اليوم رجع للدارك خليه واحد بصمه في المدونه انتم انتم فيها، في الكوميسيا اللي خدمتوا فيها في لابيجي انتم فيها، خلوا شي بصمه كبيره، المواطنين هما تيحكموا عليك، المواطنين هما تيقولوا شوف كيفاش كان، المواطنين هما الحكام، ولما تي المواطنين تيحكموا كنتي مزيان تيبقى عندك تاريخ، ولما كنتي خايب تيكون عندك تاريخ، التاريخ ديالك تتشوه،
انا ما تنقولش الواحد يكون مزيان هي يخلي التسيب ويخلي المجرم ويميك ويدير علميك، لا، هو يخدم، خدم حقيه وخدم بحكامه ويخدم معقول وثبات كما كانت تزيد اللي هي افير كبيره وما غلبتوش، افير كبيره انا تعرف بالضبط بالشرطة قضية تعرفوا الناس يعرفوا في القانون راه تعرفوا ان قضية ماشي صغيرة هذه، باش تجيب واحد القضية ونجيب طبيب طريقة ديال الجمع ديال الناس اللي كانوا وكيفاش خدمتي ما خليتيش يهرب، خديت الباسبور ودار عليه سد عليه الحدود ما يخرجش، وكيفاش مشى تاع حفير بحث في ديك الليلة ومشاو جابوه حفير، القضية تتبان صغيرة هي كبيرة ولكن طلبت الوقت والعمل، الوقت العمل والصرامة، وجاو ناس تدخلت هذاك الطبيب وجاو ناس يطلبوا وجاو ناس دخلوا على البنات اللي هما بانوا، ولكن سرق النصيحة حتى واحد ما استطاع باش يدفعوا او يزيغ على السبيل ديالو كما تيقول الناس، بقى كاع تيقول غير لا القانون هو اللي غينفع. هنا بقينا واحد نسولوا عليه هو الكلب، واحد النهار واحد السيد قال في هذه القضيه هذه مستملحات، قالوا الكلب ذاك الكلب ما حاكموهش، خصهم يحاكموه في الخارج يحاكموا الكلاب في الخارج. ضحكتني هذه المقوله هذه، ان الكلب اللي خصو يحاكموا يحاكموا في محكمه الكلاب، يبقى يهضر مع كلب تيهضر مع هاب 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 تيقول الاخر لا هاب 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 لا هاب 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 نوض محامي تيقول هاب هاب حد ما يبقاش بعض المرات يقول شي حاجه يدير لكن ما يتحكمش. الكلب الدولي هو المستودع البلدي، والدول المستودع البلدي ان ممثل الطبيب ما بغاتوش عرضوا له قال له واش غادي هذا الكلب؟ لا كلب بريء واش غادي؟ قالت لي ما نديش يعضني. ولاحظوا بان ذاك الكلب ما داروا ليه الكمامه غير بزز لانه وليت خايف يبغي يعضو، الكلب كان بحال الاحمق الا تعرف ذاك الطبيب تعرف ذاك المراه وما تينبحش وتيبغي يعض. والدور المستودع البلدي واش وقع في المستودع البلدي؟ خلاوه تما تيقولوا ربما هذا الكلب شوفوا مالو خلاوه وتعطيوه الماكله ثلاث ايام ما تياكلش ما كلاش. علاش ما كلاش؟ واش السيده ما كايناش تقدم ليه الماكله ملفه وليت خايف يبغي يعضو وتيأسوا عليه دوك الناس المستودع تيقولوا بانه ما كلاش حتى اصبح ميت. تيقولوا الناس بوجدات صوت قالك لا قتلوه، وبعد الناس تيقولوا لا مات. في كلتا الحالتين هذاك هو مصيره، ولكن ماشي بحكم ديال القاضي حكما وإن أنا أمر بقتل الكلب ونأمر بكذا كذا كذا كذا، ما كانش شي حكم نقول مثلا كما قال السيد لا كلمة تحكم الصوت تحكم الله يعطينا الله يدينا الله يدينا الله يدينا وتنحييه رغم كل شيء تنحييه، ما خصوش يكون. هذه القصة اللي يطلبوا الناس بزاف عليها، ولما مشيت وجدت قالوا الناس علاش ما عطرتيش عليها؟ شحال تيقولوها ليا؟ وبعض الاخوان تيتصلوا بهم هنا اتصلوا بهم الاخوان المفتيش يخدموها وما كبروا خدوا الطرف تيقول لها واسي خراز والقضية هذيك صاحبي مخرقة هذيك القضية وعاودها انت صاحبي والمسطرة كاينة جبنا مسطرة وشفناها وقلنا شفناها من هنا من هنا. تنحيي السي القندوسي السي عبد القندوسي انت باقي حي الله يطول عمرك، تنحيي الناس اللي كانوا معاه، تنحيي لاله ناديه ابراهيمي، تنحيي السي الدوقي عبد النبي الناس اللي عاشوا في هذا الشيء هذا لان المكان تما كان رجع معها بيان سور اللي عاشوا في هذا الشيء هذا. والله يجعل جميع البوسيه تكون بحالك لاله ناديه انك انت في المستوى وبقيتي في المستوى حتى وصلتي العميد وانت في المستوى. وتنحيي جميع رجال الشرطه تيخدموا بصرامه وبامانه، وتنحيي رجال الدرك. والسلام عليكم ورحمه الله.